عليك اللي خلي الناس تصلي على النبي الهاشمي والزغاري تتعلي. طلي وبسحرك اللي خلي الناس تصلي على النبي الهاشمي والزغاري تتعلي. يا قمر حزيران لنور كل مكان ليلي ست العواصف اتزينا طبعا. الحديث اكثر عن قمر حزيران معنا مباشره ريس الاغنيه اللبنانيه والعربيه ملحم زين. يسعد مساك. يسعد اوقاتك محمد حبيبي، مشتاق لك. اهلا وسهلا فيك وبالمشهد تي في، شرفتوا حبيب القلب. نحن مشتاقين لك، يعني ما شاء الله اغانيك على طول حاضره بالافراح واخرها كانت قمر حزيران. الله يخلي لي قلبك. عرفنا في اتصال دار بينك وبين جلالة الملكة رانيا، شو اكثر شيء اثر فيها او اكثر مقطع من هيدي الاغنيه اثر فيها؟ يعني بدي خبرك شيء، الغريب انه الاغنيه لما وصلتها لجلالتها كان بعدها مثل الديمو، يعني ما كانت خالصه. لفتها كثير الكلمات الاغنيه، يعني عنان عوض صراحه مبدع باللحن والكلام، ولفتها الكلمات الحلوه، يعني الكلام اللحن الرايق الرويال الملكي، عرفت يعني كان إلى وقع عليها الاغنيه وحبتها كثير، وبالتالي ما كان منا غير انه نخلص الاغنيه باسرع ما يمكن ونقدمها لسمو الامير ولجلالتها المتواضعه اللي قدرتنا وعملت من قيمتنا. انا بشكرها على محبتها اللي ابدتها واعجابها بصوتي، وانه حبت كثير ستايل الاغنيه. واذا شايف الفيديوهات على التيك توك وعلى كل منصات التواصل، يعني عم تكون دائما بس عم تبين الاميره رجوع، عم تكون طلي وبسحر كلي بقى اللي هي قمر حزيران. يعني الحمد لله لانه انشغلت من القلب محمد، وصلت طبعاً للقلب. شو اكثر كلمه هيك علقت يعني بذاكرتك او حتى هي وعم تحكيك جلاله الملكه قلت هاي الكلمه، يعني اذا جرب تواضعها قلت ما بنساها؟ والله هي ثناء على الاغنيه وعلى صوتي اللي كان بعده ديمو، وعلى يعني محبتها لصوتي انا، طريقه مغناي، يعني كانت عم تفند انه انا صوتك فريد وصوتك حلو من احلى اصوات الوطن العربي. واصلا هي عندها فيديو سابق كمان جلاله الملكه بسيارتها عم تسمع ضلت حكي، ما بعرف اذا انتبهت لها صح صح سنه تقريبا. طبعا يعني بشكر الله، هيدي نعمه وهذا تشريف اللي انا بعتبره شو حلو انه يكون في هيدي المحبه والتقدير من قبلها. اكيد الرئيس ملحم زين، انت صوتك على طول حاضر بالافراح بالاغاني اللي فيها شجن، احساسك فريد من نوعه، يعني كبار بدعمكم يا محمد، بدعمكم ومحبتكم. هيدا واقع اليوم، يعني بفهم انه جلاله الملكه اكثر اغنيه بتحبها لملحم زين هي ضلت حكي. لا ما قلت لك، بس انه كان عندها فيديو قبل العرس بكثير عم تسمع ضلت حكي بسيارتها، يعني ايه دليل انه هي بتحب انا شو بقدم، بتحب صوتك. هي وعدت يعني بسمنا المقابلات، والاردن انا بلد عزيز على قلبي، يعني قبل اتصال جلالتها انا بلد بحبه له فضل على ملحم زين، شعبه كريم، شعبه جدعان، بحب عمان كلها، بحب عندي علاقات ببيوت وباصحاب بفوت على بيتهم بفوتوا على بيتي، يعني وانا محب للعائله الهاشميه كمان لجلاله الملك ولتواضعه ولطريقته مع الناس ومع الشعب، يعني انا بحب هاي العائله وهيدي المحبه ترجمت بقمر حزيران. واي شيء مستقبل ان شاء الله للاردن، عيد الاستقلال، اي مناسبات وطنيه انا حاضر، انا بعتبر حالي عربي، انا لبناني اردني سوري اماراتي سعودي ليبي جزائري مغربي فلسطيني، وين ما بدك تحطني حطني. شو حلوه هالرساله يا ملحم، لانه انا 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 مخي عربي، انا ربيت ببيت في طريقه إلى علاقه بالعروبي كامله، في طريقه إلى علاقه ما كثير معترف انا بسايكس بيكو باللي انعمل من 100 سنه. انا عربي من الخليج للمغرب لبلاد الشام لمصر لوين ما بتروح، انا هذا طريقه تفكيري، لذلك
كل بلد عربي بيعني لي، أنا كملحم زين بيعني لي يكون بخير يكون بأمان، أنا بكون سعيد جدا. وانت محبوب بكل الدول العربية وهذا الشيء واضح. اليوم انت يعني تزوجت واسست عائلة ناجحة، رسالتك يعني كزوج يعني كإنسان متزوج لليوم لولي العهد شو بتنصحه بالحياة الزوجية؟ بتقول له وردية رح بتكون؟ شو بدي انصحه؟ ما شاء الله، اول شيء ما شاء الله عليه، هو يعني اول شيء ابن اصول، ابن تربية اصيلة، ابن تقاليد ومبادئ واشياء كلنا كل عربي عنده اياها هيدي المبادئ والتقاليد. لذلك ما بعتقد انه انا بحق لي انصح بمحل معين لانه ما بعرفه لسمو الامير. بدي هني اول شيء له للاميره رجوه، بدي اقول لهم الحياه حلو تنعاش بشكل تلقائي مريح، منا نصيحه هيدي، ولكن هن اصلا تلقائيين. اذا بتلاحظ تصرفات جلاله الملكي وجلاله الملك والعائلة كلها انه بيتعاطوا بكتير اريحية وين ما دخلوا وين ما راحوا، يعني ما بيتعاطوا مع الناس، فهمت، انه كعائلة حاكمة بيتعاطوا مع الناس انه نحن منكم. لذلك انا بحس انه حتكون حياته جدا سعيدة يا رب، حتكون حياته رائعة ان شاء الله، وبتمنى له هيك اكيد. ملحم زين، سؤال أخير، حكينا عن الأردن ومعزة الأردن، ما فيني ما أذكر مبادرتك يلي أنت قمت فيها بلبنان بمدينتك شمستار اليوم، كيف أنت قمت بهذه المبادرة يلي بتنشكر وبتنبس بجبينك عليها أنك دوّيت الطريق. يعني شو بدي أقول لك، أنا كلبناني مغترب بنشاف الحال فيك يا ملحم. شمستار أني ضوي ضيقتي، هذا أقل واجب أني أعمله محمد، وهذا واجب كل حدا قادر بمحل معين يعمل، لازم يعمل ولازم يتصرف بهذا الشكل. هذا ترجمة كلمة مواطن، انك تحب بلدك. انت اليوم ببلد، انت بالامارات اليوم، صح، في عندك نموذج على حب الوطن وحب البلد، كيف بنوا الامارات، كيف بنوا هالفرح الكبير اللي اسمه، صح، ابو ظبي ودبي وكل الامارات الباقيه. قدموا نموذج فريد، قدموا نموذج له علاقة بالإحساس بالمواطن، كيف يكون مرتاح الإماراتي، كيف يكون عنده أرض وعنده بيت وعنده كهرباء وعنده ماء وعنده تعليم وعنده طبابة وعنده طرقات جيدة وعنده غذاء مراقب وعنده، صح، كل هذا الإحساس لما يكون المسؤول مسؤول، ترجمة كلمة مسؤول إنه هو يقدم للناس، يحس حاله إنه هو موظف عند الشعب ليكون مرتاح الشعب. للأسف نحن ما عندنا هذا النموذج، ولا يقدر يقدموه ولا راح يقدموا. لذلك بتلاقي ملحم زين عم يدوج مصفار، بتلاقي رجل أعمال بكرة عم يضوي ضيعته وعم يزف ضيعته، لأنه فشلوا بإدارة بلد اسمه لبنان كل العالم العربي بيحبه، فشلوا فشل ذريع. لذلك أنا بقول إن شاء الله بنروح على خير وبتكون الأمور بخير إن شاء الله. أنا متفائل ودائما التفاؤل مطلوب. يا رب. ملحم زين، شكرا لك على هذه المداخلة وبالتوفيق بكل مشاريعك المستقبلية، وأنت مثال على أنه الفنان والفن هو رسالة والوطن يبقى أولا. شكرا لك حبيب قلبي، ما في شك، الله يخلي لك، تحية لكم وبتشكرك كثير محمد. إلى اللقاء الرئيس. الله معك حبيبي، الله معك.